على أخبار نادي الزمالك السعيدة لجماهير نادي الزمالك، والتأكيد على دعم الدولة المصرية لنادي الزمالك العريق والعظيم وجماهيره المحترمة في جميع أنحاء العالم. أول حاجة، انتعشت خزينة نادي الزمالك الآن ب40 مليون جنيه من زي ما قلت لكم الشركة الوطنية لكرة القدم بريزنتيشن، وتم صرف المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الزمالك ورواتب الموظفين والعمال بالقلعة البيضاء اللي هي متأخرة بقالها سنوات، وتوفير بقى جزء من المبلغ ده لتجديد فرجاني ساس يساعد أيمن يونس، وبيجمع التبرعات لتجديد فرجاني ساسي لأنه اتفق على التجديد لمدة موسمين بجانب الموسم ده، والدنيا لسه ما خلصتش، الدنيا لسه ما خلصتش. بالنسبة لفرجاني ساسي، في قاعدة مع كابتن أيمن يونس بكرة أو بعده قبل يوم الخميس هيكون مخلص كل حاجة إن شاء الله، بيكلم عدد من رجال الأعمال عشان يتبرعوا، لكن 40 مليون غير دعم الدولة غير الفلوس اللي لنادي الزمالك موجودة بره. ونجح معالي المستشار أحمد البكري ومعالي وزير الشباب والرياضة إن هم يرجعوا. لايك وشير وصلي على الزين عشان في خبر حلو برضو للناس اللي بتتابع اللي بيحصل في نادي الزمالك. النهارده مستر باتشيكو اجتمع بلاعبي نادي الزمالك، هقول لك ملف التجديدات واقول لك كل حاجه والله، بس نبدا بالكوره اللي بيستعدوا لمواجهه المقاولين العربي والسد. مستر باتشيكو النهارده عمل اجتماع مع لاعبي نادي الزمالك هو الكابتن عبد الحليم علي مدير الكوره، وطلبوا الفرقه بالتركيز والسعي الى تحقيق نتائج ايجابيه واسعاد الجماهير من اول مباراه، لان هو قال لهم اول اربع مباريات في الدوري هم دول اللي هيخلوا الجمهور يلتف حواليكم او لا يلتف حواليكم، هو ده اللي هيرسم صوره ايجابيه عن فريق الكره او يرسم صوره سلبيه، ولن ترحمكم الجماهير بعد صرف كل مستحقاتكم، بعد ما عندكش حل تلعب وتتالق وتبدع وتتنافس بشرف. العندليب عبد الحليم علي قال لهم ان انا دوري ان انا اوفر لكم كافه المتطلبات والمناخ المناسب للنجاح، واتمنى اتمنى اتمنى ان يبقى عندنا تركيز في الملعب، عندنا رغبه في موسم قوي جدا جدا جدا. عبد الحليم علي ما استقالش، رفضت استقالته، موجود يا استاذ. طيب رفضت استقالته، اللي استقال محمد بيه عطيه عضو مجلس الاداره، وتم تعيين معاه المستشار عماد عبد العزيز بدلا منه. الزمالك عنده غيابات يوم السبت، الونش الحمد لله ربنا عافاه، لكن معمول له برنامج تاهيلي عشان يستعيد فورمته، عشان يستعيد فورمته. لسه يوسف اوباما هو اللي ربنا يشفيه ويعافيه، هو اللي مصاب، هو اللي مصاب، لكن يوسف اوباما غايب وعبد الله جمعه غايب، لسه ربنا لم ياذن بشفائهم حتى الان، شفاهم الله وعافاهم، لكن تم شفاء الونش. حمزه المسلوسي وزنه زايد جدا، فاتعمل له برنامج تاهيلي مع الونش بحيث يشد حيلك، مع ان مفترض حمزه ده يبقى جاي جاهز ويلعب ويخش في المفرمه على طول، لكن سبحان الله جاي وزنه زايد. من الغيابات ايضا محمد اشرف رؤى للاصابه امام طلائع الجيش، محمد اوناجم للاصابه امام طلائع الجيش، امام عاشور للايقاف، ويعود فرجاني ساسي لنادي الزمالك للعب امام المقاولون العرب باذن الله يوم السبت المقبل. وفرجاني ساسي هو موسيقار نادي الزمالك اللي الناس كلها بتستمتع بادائه، وانا شخصيا بستمتع بادائه وبستمتع باخلاقه باستثناء الغلطه الرهيبه اللي عملها قبل كده في موضوع امين عمر، لان اللعيب كويس المحترم لازم نحافظ عليه. عاوز اتكلم على هيصه اللجان في نادي الزمالك. عندك لجنه لاداره نادي الزمالك من 3 مستشارين محترمين، لجنه كوره كانت من 3 من قدماء نادي الزمالك المحترمين ثم تم فركشتها، ايمن يونس وعبد الحليم علي واشرف قاسم. عبد الحليم علي بقى مدير كوره واشرف قاسم بقى مشرف على الكوره. قالوا في حاجه اسمها لجنه كوره، ورجعوا دلوقتي تاني قالوا اسمها لجنه فنيه. فاروق جعفر واحمد عبد الحليم وتامر عبد الحميد دونجا، كابتن محمد حلمي وحسين السيد وايمن يونس. ثم اعترض كابتن ايمن يونس لان كابتن فاروق جعفر هو المستشار الكروي او الفني لمجلس الاداره السابق مع مرتضى، فقال لهم انا موجود، وبيلعب مان تو مان كابتن فاروق جعفر على مجلس الاداره متواجد باستمرار، وخد مكتب كمان بقى له مكتب.
مستشار فني للكوره بقى له مكتب. انا ما شفتش دي الصراحه. ترى تروح وتيجي المكاتب دي للموظفين ولا المسؤولين التنفيذيين وليس للمستشارين. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. ثم عملوا لجنه، قال لك اللجنه التنفيذيه ومدير تنفيذي الدكتور حسين السمري، وعملوا لجنه قال لك اللجنه التنفيذيه الدكتور عبد الله جورج والاستاذ معتز مدحت. والاستاذ معتز مدحت لازم اعتذر له، لان امبارح انا تاثرت بناس موجوده في نادي الزمالك، قال لك هو ده اللي كان خاربها وهو ده كان مستشار ممدوح عباس الاول وحاجات بالشكل ده. فاللي انا عاوز ايام موجود ممدوح عباس يعني في 2009، لكن اللي انا عاوز اقوله هو ممدوح بعباس اللي عمل المليارات اللي عنده دي بسم الله ما شاء الله تبارك الله والنجاحات اللي عاملها على المستوى العالمي، هيأثر في واحد ويخليه يغير رأيه إلا عن قناعة؟ يعني لو معتز مدحت مأثر، ابن معالي المستشار ابن معالي ابن سيادة اللواء مدحت باجد اللي كان عضو مجلس إدارة مرتين ورجل محترم وصديق عزيز وفاضل، لو أثر معتز مدحت يبقى بيأثر عن إقناع، عن إقناع. لكن ممدوح بيه عباس لما انا اقول كده حتى انا حتى بغلط في ممدوح بيه عباس، ان هو يعني اي حد بيقول اي حاجه بيسمعها او كده، فانا بقدم اعتذاري للاستاذ معتز مدحت والحبيب سياده اللواء مدحت بهجت، لان يعني ممكن ابقى اتاثر بكلام واحد يقول لك ده اللي كان خاربها، فانا بقى اقوم طالع قايل لا لا لا. معتز مدحت له بتمنى له كل التوفيق مع اللجنه التنفيذيه، ونتمنى لكل اللجان التوفيق باذن الله في اداره النادي. في خناقه رخمه بين ايمن يونس وفاروق جعفر على مين يبقى رئيس لجنه الكوره او اللجنه الفنيه. فاروق جعفر راح قعد مع الوزير النهارده، الوزير اصبح يعني حلال المشاكل في نادي الزمالك، ربنا يوفقه ويعين، ربنا يوفقه ويعين ويحل كل المشاكل. واصبحوا حتى اللجنه الموجوده اللي بتدير برئاسه معالي المستشار احمد البكري بترجع المظاليم سواء اعضاء نادي او موظفين او ما الى ذلك. وعرفت امبارح ان هم عشان يشوفوا ايه الموضوع، لان النادي فيه 19 محامي من مكتب رئيس نادي الزمالك الخاص، واحنا مرفوع علينا قضايا بصفته رئيس نادي الزمالك، فالقضايا دي مفترض يتم التنازل عنها لانه ما بقاش رئيس نادي الزمالك. فهنشوف ايه اللي هيحصل يعني. لكن بصفه عامه، بصفه عامه عن مصلحته الشخصيه. كابتن فاروق جعفر يجب ان يتنحى جانبا، يبعد عن اللجنه اللي موجوده. ليه؟ انك انت كنت مع مرتضى وكنت بتطلع تطبل كلام واضح، وكنت بتطلع في شكل نحن لا نتمنى لك، كنا بنزعل عليك، مش وتحارب ناس كانت بعيدة وجاية تصلح. ومن أول يوم استقيل وامشي، مش عاوز حاجة من النادي، استقيل وامشي، مش عاوز حاجة من النادي، أنا حليت مشاكل لعيبة وأعمل عقد في الدنيا واستقيل وامشي. ده مش كلام. اللي مفترض يبعد فاروق جعفر، واللي مفترض يكمل ايمن يونس. ليه؟ فاروق جعفر كان موجود وليس له قبول، هو وكل الناس اللي كانت شغاله مع مرتضى عليها انها تتوارى خجلا. ده فاروق جعفر ما كانش بيدير الكره في وجود مرتضى، كان اللي بيديرها امير مرتضى. فانت جاي النهارده تخش تدير؟ لا لا لا، ما ينفعش. سيب الناس تنجح وتشتغل وتمشي زي الفل، لكن تيجي عشان تحاول تطفش في الكابتن ايمن يونس ده غلط، ده غلط. والجمهور كله معايا في التايم لاين بيقول لي اهوت لا يصلح، لا يصلح. عاوز بقى اقول عندي مجموعه من الاخبار والانفرادات عن بعض لاعبي نادي الزمالك المحترمين وعندهم عروض ولا لا وكده. يعني هو البث فيه مشكله؟ طب
طب خليك معايا. الناس عماله تكتب لي وانا مش مفترض انت اللي تقول لي. طيب ماشي اوكي، ما برضه تقول لي، تكتب لي وتقول لي وتعرفني. يعني الناس عماله تكتب لي البث فيه مشكله.